ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من المدربين اللي أوصي فقط وصاية بتدريب اللاعبين على عناصر اللياقة البدنية وخصوصا السرعة بهذه الطرق اللي تدمج الأداء الفني والبدني وبنفس الوقت التكتيكي، يعني هاي الكرة عكسية، فمزيج من الحركات يكون تحفيز لذهنية اللاعب بأن يجمع مجموعة من نسميها الحركات الفنية البدنية التكتيكية في فعالية واحدة. بسيط التمرين جدا، هاي 20 ياردة يبعدون اللاعبين، يعني هاي المنطقة من منطقة الجزائر من خط هذا المنقط، يعني علامات 20 ياردة واللاعبين يكونون على خط المنتصف. ضروري لأن أنا أحتاج إلى مناولة متوسطة، فالمدرب يطلع عاز ابدي 11 والعاشرة والتسعة، طبعا هنا مدرب مع الكرات، والتسعة والدعش يركضون باتجاه زملائهم، السبعة باتجاه اثنين، التسعة باتجاه أربعة، العشرة باتجاه خمسة، والدعش باتجاه كافي، ثلاثة وخمسة وأربعة عندهم كرات، فيناولون الكرة ثلاثة إلى دعش، خمسة إلى عشرة، أربعة إلى تسعة، واثنين إلى سبعة، التوقيت ووزن مناولة جيد، واللاعبين المهاجمين يردونهم الكرة ويستديرون وينطلقون إلى مراكزهم في اللعب، يعني السبعة يروح للجناح منطقة باتجاه منطقة الجناح، الدعش باتجاه منطقة الجناح اليسار، العشرة باتجاه مركز الهجوم وهكذا بالعمق، فيصير اثنين يتحركون بالعمق التسعة والعشرة واثنين يتحركون على الأطراف. المدرب هذا اللي فيه على قوس الجزاء مع الكرات يلعب الكرة أما لجناح اليمين أو لجناح اليسار، هنا لعب الجناح اليسار، من يلعب الجناح اليسار؟ ذول التلافة يجب أن يتخذون مواقع ويتمركزون جيدا لكرة عكسية قادمة منين؟ قادمة من اللاعب رقم 11، وهكذا يعودون مشي بالراحة، مشي مشي مشي، رجعوا لمكانهم، حاضر ردي، يتحضرون التلافة والأربعة واثنين وخمسة مع كراتهم، يكررون مرة ثانية، ادي مرة ثانية نفس المجموعة 11 وعشرة وتسعة وسبعة، وهكذا ثلاث مرات، خلصوا ثلاث مرات يروحون يبدلون الثلاثة والخمسة والأربعة واثنين، أو الخمسة والأربعة يكونون مكانهم ستة وثمانية، باعتبار أن الستة وثمانية مشاركين دائما بالهجوم، فممكن أن مرة يأدون أربعة وخمسة من أجل لياقة بدنية ومرة يأدون ستة وثمانية، وهكذا العشر لاعبين يتدربون، فيصير تبديل، هؤلاء يصبحون على خط المنتصف وهؤلاء يصبحون أمام منطقة الجزاء، ويكون الفعل متكرر وبتكرار جيد من أجل أن نحصل على فعالية تدريبية تسمى بدني فني تكتيكي. نعم تكتيكي، أين تكتيكي؟ من حركة اللاعبين بالعودة وانتشارهم بجناحين ولاعبين مهاجمين مركزيين. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، كما أني دائما وأبدا أؤكد على الصلاة على سيدي رسول الله. شكرا جزيلا.